نعم، هؤلاء يعيشون حول يعني في أمزميز وفي القرى المجاورة لها، وكان هناك خلاف حاد بين بعضهم، وأحاول أن استفسر عن هذا الخلاف مع أحد المشاركين السيد عماد. أولا نترحم عن الشهداء، إذا ممكن أن تطلعنا. أولا شاهدت نقاش حاد يعني ممكن يرقى إلى جدل، ما الحاصل هنا؟ اول حاجه السلام عليكم، تنعزيو الضحايا اللي ماتوا من العائله واللي غير العائله، تنتمنوا لهم الرحمه والمغفره من عند الله. وحنا تنعانيو بزاف، تقريبا جي 48 ساعه هذه ما شفنا حتى شي مساعده. الناس تتعاني، حنا تابعين الجماعه سيدي بداز، ساكنين في تيزفريت، فيها دور بزاف، فيها تيزفريت، فيها يدي باقماض الحاره، جناح من راس، واحد بزاف ديال الدواوير صغيره، كل مناطق الضرر، كل تقريبا الناس كامله عايشه على برا، عايشة على برا يومين هذه تقريبا 48 ساعة، الناس عايشة على برا، ما كاين شي واحد دار فينا شي التفاتة. يعني لم يتم التواصل معكم بخصوص المسؤولين؟ لم يتم التواصل معنا، أي مسؤول ما جاش غير المقدم والشيخ، تيقولوا لنا خرجوا من الدار لا طيح، حنا أصلا عرفنا الدار راه مشات بطيح. طلب منكم مغادرة البيوت والشقق، لكن نعم. ما بعد؟ ما بعد لم نرى أي شيء. ما المطلوب الآن؟ المطلوب نريد من المسؤولين أن يرونا بعين الرحمة، يجيبوا لنا ما ناكلو. الناس المساكن عايشين يومين هادي، خزانات ما كاينش، الدراري صغار، خيام خيام الدراري صغار تقريبا اللي عنده شهرين شهر، الباح كان دا الناس ولدوا لهم سميتهم مرضوا لهم ولادهم صغار، ما كاينش اللي داها فينا نهائيا لحد الحال. والناس مضره لواحد الدرجه ما تتخيلهاش، ديور قدام الناس صحو كامل ما بقاش عندهم، ديور ديال السيما كانوا مشقوقين ما عندكش فين تدخل، الخبز ما كاينش، الماء ما كاينش، الضو كان مقطوع البارح. إذا مصطفى هو يتحدث عن حجم الناس مساكن، المعاناة الناس مساكن راه لا عايشين لا يرثى لها، على الأقل يجيو عندنا ويساعدونا شوية. صحيح، يعني كل يعني ما سمعناه حتى الآن وهو يطالب هذا عماد بالمزيد من المساعدات. طب ابقى معي مصطفى، ابقى معي لأننا سنذهب أيضا للزميل ليث مرة أخرى في تارود. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.